لازم احنا نسلم بان كان في غربه، انك برضو طبعا جيتي في مرحله طبعا. غربه. مين بقى اللي ساعدك على الخروج من حكايه الغربه دي؟ مين اللي حماتي. ساعدك؟ حماتك. حماتي يا سلام، حماتي كانت بتحبني قوي خالص يعني، وانا كنت بحبها قوي كمان يعني. حماتي لما كنا نتخانق كانت على طول يعني من غير ما تسال ايه اللي حصل تقول له انت ازاي تزعل نفرتيتي. نفرتيتي تزعلها ازاي؟ ازاي دي؟ كانت بتحبني قوي الحقيقه. وهي اللي ساعدتك على ان ان انا يعني وادتني حنان يعني، عارفه يعني حبتني قوي و عوضتك يعني عن حنان الام مثلا. يعني حنان الام طبعا يعني حاجه ثانيه، لكن ساعدتني كتير قوي. ساعدتك كتير. وبعدين حتى لما ماتت يعني الله يرحمها، يعني اخوات ماكس قالوا لي طبعا انت كنت يعني اقرب لها مننا كلنا. ياه. والله. ياه. طب هل في الفتره دي ما راودكيش كده في نفسك حنين او حنان لانك ترجعي تاني مصر او ترجعي الفن تاني؟ طبعا. شوفي كنت نفسي اروح مصر، لكن قلت لو رحت مصر يمكن مش هرجع تاني. ياه. يعني قد كده لاني انا مصريه يعني، عارفه في قلبي من جوه مصر، حابه بلدي. فقلت لو رحت مصر يمكن مش هرجع تاني. مش هترجع ألمانيا. مش هرجع ألمانيا. فقلت أنا مش هروح مصر غير لما أتعود على ألمانيا. قعدتي بقى كام سنة ولا قد إيه؟ 10 سنين. أول 10 سنين؟ أول 10 سنين لم تزوري مصر إطلاقا. إطلاقا. ولا تحت أي طلب ولا تحت أي إغراء ولا؟ خالص. خالص. كانوا كلهم بيقولي. يعني ماما واخواتي وكده كلهم كانوا بيقول انما انت تروحيش. انا ما روحش. ما كانوش بيتحايلوا عليكي تعالي لنا شويه كده؟ فقلت لهم انا مش هاجي ليه. قلت لهم عشان واقتنعوا بانك ليه مش واقتنعوا يعني ما هو هيعملوا ايه بقى. وبعد 10 سنين لما حسيت ان المانيا دي كمان يعني بلدي تقريبا فروحنا مصر. انما ما راودكيش احساس بانك ليه ما كملتيش فن ولا زعلتي ولا اتضايقتي ولا؟ لا خالص خالص. نسيتيه كده، قصتيه فجاه خالص. انور السادات، زويل، نجيب محفوظ، البرادعي، دول كلهم خدوا جايزه نوبل. شعورك ايه وانت مصريه ودول مصريين واخدوا جايزه نوبل؟ ايه شعورك في اللحظه؟ منتهى الفخر. زي ما نكون انا اللي خدتها. يعني ما عندكيش فكره. وماكس نفس الحكايه. الله. وحياه ربنا يعني بيفرح قوي لما حاجه حلوه تحصل لمصر. هل طلبت حد مثلا هنتي منهم او حاجه؟ طبعا الدكتور محمد برد حقيقه شخص ممتاز الحقيقة. ومدام بتاعته كمان يعني ممتازه، وكانوا الناس هنا في النمسا كلموني في التليفون وهنوني علشان الدكتور برادعي في حكايه، لانه كمان محبوب قوي في النمسا. محبوب خالص. طب انا عايزه اسالك سؤال، بتقري كنت كتب الكاتب نجيب محفوظ؟ طبعا. وعندك فكره عنها كويس؟ طبعا. فرحتي لما بيكتب؟ بيكتب ممتاز، الحياه المصري بصحيح يعني البيت المصري وكده وبالشعور لا الحياة كان كاتب ممتاز. هو واضح ان كمان عند حضرتك صور هنا لسيدة جيهان السادات ولكتير من يعني زوجات الرؤساء والملوك وكده، انت علاقاتك بيهم كويسة؟ طبعا. بس انا بقالي كتير طبعا ما شفتش مدام جيهان يعني، لانها دلوقتي عايشة في امريكا. يعني نقدر نقول الفنانة إيمان سفيرة لمصر ولكن بدون سفارة. بدون سفارة. بدون سفارة. لا هي مش سفيرة يعني، بس عندي أصحاب وأنا بحب يعني بعمل دعاية لمصر طبعا. يعني أي حد ما راحش مصر أقول إزاي ما تروحش مصر؟ أنت لازم تروح مصر، دي يعني
حاجه لازم الواحد يشوف مصر. طبعا طبعا. عموما في منشط لحضرتك بتقولي في اهتمامي منصب على اطفال العراق وضحايا الزلزال والاعاصير. ايه تعليقك على المنشط ده؟ والله الحقيقه انا اصلي انا كنت في مصر، لما مش لما كنت في مصر يعني، لما كنت ببعت هدوم، كنت ببعت غذاء اطفال، كنت متفقه مع الصليب الاحمر في ميونخ، كل جمعه كنا بنبعت 6 كيلو دم من ميونخ. وطبعا بقى غير المساعدات اللي انا بعملها، لان انا دايما الحاجات الخير اللي بعملها بعملها لناس معينين اللي انا عارفه انهم صحيح محتاجين. يعني عندي انا كام عيله بساعدها. وطبعا يعني ما بقولش انا طبعا لحد، حتى ماكس ما يعرفش. احنا عارفين انك عضوه في اكبر جمعيات خيريه في ميونخ، احنا عارفين الحكايه دي. النشاط ده بياخد وقت كتير منك؟ يعني شوف، انا طبعا لما جيت فيينا بقيت اقل في ميونخ، يعني ميونخ اقل من ايام ما كنت في ميونخ طبعا. لكن في حاجات معينه لسه يعني مكملاها، يعني معاها لسه. بتشعري بسعاده وانت بتعملي؟ طبعا يعني الواحد بيحس بسعاده لما يساعد حد محتاج. يعني انا اتصور انا محتاجه لحاجه، تبقى طبعا في منتهى السعاده لو حد يفكر فيا. اكيد اكيد. فنفس الحكايه برضو صحيح، بس بديهم دايما لناس معينين انا عارفه انهم محتاجين للحاجات دي.